حتى الأدوار الثانوية التي تعطى للجيش الحكومي لم تعد ترضي وكلاء إيران في العراق. تعرية الحقيقة واضحة دون غطاء مؤسساتي للمسار العسكري في العراق مطلب قديم يتجدد على لسان قادة الميليشيات الطائفية. آخر تلك المطالب كانت لمعاون زعيم ميليشيا النجباء يوسف الناصري، الذي دعا صراحة إلى اعتماد ميليشيا الحشد جيشا نظاميا رسميا، واصفا الجيش الحكومي بالمرتزق والفاسد وقليل الأصالة. أطالب بإعادة بناء الأجهزة الأمنية من جديد، وأطالب بحل الجيش العراقي، واعتبار أن الحشد الشعبي هو الجيش الأول لا رديفا. الجيش الأول في العراق هو الحشد الشعبي، وليكن هو وزارة لحماية أمن ومستقبل العراق استراتيجيا. لسنا بحاجة إلى من يعطي 10 أوراق حتى يكون جنديا، وحينما تحدث حادثة يلقي بملابسه وبندقيته ويهرب. هذا جيش مرتزق، هذا جيش ليس أصيلا. يوسف الناصري ينطق بحقيقة يتهرب منها كثير من أصحاب الأدوار الهامشية في العملية السياسية، الذين حاولوا أن يلمعوا الجيش معتبرينه جيشاً وطنياً لتبرير بقائهم في المنظومة الحاكمة. حديث الناصري يعيد إلى الأذهان ما قاله القيادي في المجلس الأعلى جلال الدين الصغير عن فساد العقيدة القتالية للجيوش التقليدية في الدول المحكومة من قبل إيران، والحديث هنا عن الجيشين الحكوميين في سوريا والعراق. اليوم التغير الأمني اللي صار في سوريا، تفتكرون جيش سوري سوا؟ جيش السوري ما أقدر أحكي، لكن مو هو يفارق عن أربعاتنا، تجي تعتني الناس المجاهدة، القوات الخاصة، الناس اللي تضحي تعتني وتتعنى وتستشهد وتقاتل، يجون يطوهم إياه يقولوا لهم عمي هذا خلصناكم من عند المنطقة تحررت، ثاني يوم يعيفوها ويروحون لو يبيعوها لو بحالات الفساد أو حالات القيانة. وزير الاتصالات السابق والقيادي في ميليشيا بدر حسن الراشد طالب إبان اشتعال الثورة السورية بتأسيس جيش مليوني عقائدي يتولى المهام العسكرية في خارطة الحلم الإيراني التوسعي. تكرار هذه الدعوات ربما جاء نتيجة ضجر قادة الميليشيات من التستر بعباءة القتال القطري والرغبة في التأسيس العلني لنظام عسكري عابر للحدود مركزه طهران وبقيادة الحرس الثوري، الذي صرح قائده حسين سلامي قبل عدة أيام بأن النفوذ الإيراني لا يمكن حصره حتى لو أرادت طهران ذلك، لأنه نفوذ عقدي تدين به عشرات الميليشيات في سوريا والعراق ولبنان. قالها الملك الأردني عبد الله الثاني في حديثه عن الهلال الشيعي: هي جبهة واحدة ممتدة من طهران إلى بيروت، يرددها وكلاء إيران كل صباح لرسم خارطة نفوذ دموية فوق أرض أهلها قتلى ونازحون، وكثير من ساستها يتعامون عن حقيقة المشهد لإعطائهم دورا حكوميا ولو كان هامشياً.